الذكر في القرآن ورد بعدة معاني. فهناك ذكر اللسان كما في هذه الآية، وهناك ذكر القلب بمعنى الندم. الله جل جلاله قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهناك ذكروا الله هنا بمعنى أنهم يعني تذكروا مقام الله عز وجل، تذكروا مقام الله جل جلاله. كذلك الذكر في القرآن يطلق على خطبة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الذكر يطلق على القرآن: وهذا ذكر أنزلناه مبارك. الذكر يطلق على الخبر: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. الذكر يطلق على الحديث الكلام: واذكر في الكتاب أي حدث إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وكذلك يطلق الذكر على الشرف: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لشرف لك ولقومك. ويطلق على الوحي وغير ذلك من الإطلاقات.